إلى هذا الحد يبدو المشهد مظلما على أوتوستراد المتن السريع ليلا، وإذا أردت المرور من هناك اخدم نفسك بنفسك وكن المسؤول الأول عن إنارة طريقك. فهنا وعلى الرغم من الأعمدة الكهربائية المنتشرة على طول الطريق، لا ضوء يعلو فوق ضوء سيارتك باستثناء أضواء سيارات أخرى قد تفاجأ بها من الجهة المحاذية لك. أما النتيجة فحوادث سير بالجملة، ولا سيما على المنعطفات القوية، ناهيك عن عمليات السلب والنهب الشهيرة، ما يجعل من أوتوستراد المتن السريع فزاعة لكل سالكيه بعد مغيب الشمس. من افتتاحه تقريبا بال 2006-2007 وقت فتح متن السريع وصار صالح للسير، مشت الكهرباء فيه ما يقارب شهر أو شهرين، وبعد شوي انقطعت. رجعنا وزير الأشغال بيقول هيدي من صلاحية مجلس ماء والأعمار. رجعنا مجلس ماء والأعمار بيقول مجلس ماء والأعمار سلمناها لوزارة الأشغال. آخر شيء فهمنا أنه الكهرباء في عطل تحت الأرض بالكابل الأساسي بين منطقة النابتة برمانة ومنطقة اللي بتمتد لبعبدات، وهيدا العطل ما فينا نكشفه غير بواسطة مكنة خصوصي تجي بتكشف الكهرباء تحت الأرض موجودة بكهرباء قديشة. بدها تجي هالمكنة تبحث وين العطل الموجود، تحمي الأسطر هلي والكابل الماء ممدود تحت الأرض وماشي، مع العلم أنه في شقفة من المتن السريع على كوع حبس رومي بتضل مضواية ليل نهار. هذه الآلة لا يمكن تشغيلها إلا بأمر من مؤسسة كهرباء لبنان ولقاء بدل مالي لم تحدد الجهة المسؤولة عن تسديده. لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة، فأوتوستراد المتن السريع يعاني من أزمة نفايات أكثرها خطورة، أتربة تتسبب بانزلاق السيارات وردميات ترمى سرا تؤدي إلى انسداد المجاري. وهون كمان ضاعت الصلاحية. نحكي مع شركة سكلين اللي هي مسؤولة عن التنظيفات، قدمت عرض شركة سكلين تبقى تفو، وما عدنا عرفنا شو صار. هلأ سكلين كمان بدأ اشكرها لأنه ولا مرة طلبناها غير ما اجت، واجت ببلاش، بس كل مرة بيقولوا لي قديش ما نضل من نهر الموت حتى وسط المتن الشمالي بعبدات، مسافة 11 كيلومترا تسيطر عليها أزمتان تبحثان عن حلول مستعجلة تعيد الصحة إلى شريان حيوي يصل الساحل بالمتن الأعلى وصولا حتى إلى البقاع.